نص كيلو من الشوكولاتة البيضاء، علبة حليب مركز بالإضافة ل 12 حبة بسكويت الشوكولاتة. نص كيلو من الشوكولاتة بالضبط، نص كيلو. أوكي، بنضيف عليهم علبة من حليب المركز، نضعهم على حمام مائي، يعني طنجرة فيها شوية مي، بس ما تغلي المي، انتبهوا بدناش المي تغلي، المي بس تكون سخنة كثير بذوب عندي على راحته. في حال ما عندكمش أو مستعجلين، بنحط الكمية هاي نفسها نص كيلو من الشوكولاتة البيضاء أو السوداء مع علبة حليب مركز كاملة بالمايكروويف ومكبس نص دقيقة نص دقيقة حتى يذوب عندي. يعني نص دقيقة منحركه ومنرد نحطه، نص دقيقة ومنرد منحركه. هاي عندي هون صار جاهز، الشوكولاتة البيضاء ذابت مع الحليب المركز. عندي 12 حبة من البسكويت السوداء زي ما انتم شايفين، استعمل بدنا نكسرهم، ما تكسروهم على الخلاط، بدي يطلع القطع اللي جواتها هاي. يعني لازم يكون هيك قطع صغيرة مش مفتفت كثير على الآخر. يعني إذا كنت متضايقة من هالزلمة اللي عندك متقاعد وقاعد مغلبك، شو طبختي شو جليتي شو غسلتي، فأنت بسكية هيك وفيش شغل لك هيك بالخشبة، بس حبيبي ما الله يفرج عليك يا يشتغل بس هالبسكوت. طب احنا عم ندوق، خلينا نصبح على وسام عبد الله صباح الورد، حنان حمادين صباح الورد، وبرضه نفس السيستم القهوه والشوكولاته قاعده. يا حنان يسعد صباحك. برضه بدي اصبح على ريم البستنجي بتحكي لي، اسالك يا شيف، عندها سمكه كبيره بدها طريقه للحشي تكون طيبه، وشو تعمل جنبها مقبله سمكه كبيره؟ طيب بعد ما السمكه ننظفها ونتكتك امورها، نفتحها بننظفها من جوا، بتكوني عاملة خلطة مكونة من البندورة، تقريبا 4-5 حبات بندورة، بتفرميهم على الخلاط خشنين، بيكونوا بنحطه في طنجرة، بنضاف عليهم كزبرة، بقدونس، نعنع، بصل، ثوم، فلفل أخضر حار، ثوم، رب البندورة ودبس الرمان، بغليهم كلهم مع بعض، بعدين بضيف عليهم شوي من الكمون وبخليهم يتسبكوا، وبحشيها من جوا للسمكة وبشويها وبخلي شوية صوص على جنب. طيب هون يا عيني، بعد ما احنا ما عملنا هالبسكوتات بننزلهم وين؟ على الشوكولاته البيضاء. ايوه، مع الحليب المكثف المحلف وبنخلطها وخلص، خلصنا. وصلى الله وبارك. ما بمزح، جد خلصنا الوصفه. في حال استخدمتم شوكولاته بيضاء، في حال استخدموا بدال البسكوت مكسرات، فستق عبيد، فستق حلبي، جوز، لوز، حسب الإمكانية بالبيت. في حال شفتوا حالكم فيش إمكانية عالية، جيبوا الفستق العادي. طبعاً بيطلع بجنن. في يعني عندنا خيارات كتير مختلفة ومتنوعة للمكسرات اللي ممكن إحنا نستخدمها. في داعي نحط باتر بيبر عليها؟ طبعاً لازم نحط ورق زبدة جوا، بس إحنا هون مشان تشوفوا ما حطيت ورق زبدة. ورق الزبدة طبعاً لما تطلعوها بتكون أسهل عليكم، فلازم نحط ورق زبدة. أوكي، هذا الحلو تخيلوه. طبعاً بدنا أشرح لكم كيف بدنا نسويه بالضبط، بس خلونا أول شيء ننزل كل الكمية إن شاء الله. اقتربت أعياد الميلاد كمان، للناس اللي بحبوا يسووا الحلويات هاي على العيد كثير كثير سهلة. طبعاً خلينا نستخدم سباتولا أو نستخدم سكين أو ملعقة ونفردها هون. طبعاً توصل الأطراف. بدنا نحطها بالثلاجة ساعة ساعتين حسب الثلاجة اللي عندكم حتى تماماً تبرد كويس كويس. بعد ما تبرد راح طبعاً أطلعها من الجاط، لأني أنا مستخدم ورق زبدة يكون طالع من هون وبقطعها